خصائص المادة. خصائص المادة. إذا نظرت إلى كل ما يحيط بك، ستجده مع اختلاف الشكل، الحجم أو اللون يتكون بالأساس من المادة. ولتسهيل التعرف على خصائص مادة ما، عليك أولاً تصنيف المادة إلى حالاتها الثلاث: الحالة الصلبة، الحالة السائلة، والحالة الغازية. والآن هيا نتعرف على خصائص كل حالة بالتفصيل. اولا الحاله الصلبه والتي يطلق عليها الحاله الجامده وتتميز بما يلي شكل وحجم الماده ثابت لا يتغير وهذا يعني ان جزيئاتها لا تنتقل من وسط لاخر جزيئتها متقاربه جدا من بعضها وخاليه من الفراغات كثافتها عاليه جدا لا تمتلك طاقه حركيه عاليه وتكون حركه الجزيئات فيها عباره عن حركه اهتزازيه صغيره جزيئاتها غير قابله للانضغاط ثانيا الحاله السائله وتتميز بما يلي ليس لها شكل ثابت بمعنى انه من الممكن ان يتغير شكلها بناء على شكل الوعاء الذي توضع فيه ولكن في نفس الوقت لها حجم ثابت ليس لجزيئاتها ترتيب منتظم وقوه تماسك جزيئاتها مع بعض ضعيفه جدا يوجد العديد من الفراغات بين جزيئاتها كثافتها متوسطه مقدار قوه طفوها الى الاعلى يتساوى مع وزن السائل المراد ان تطفو عليه ثالثا الحاله الغازيه وتتميز بما يلي ليس لها شكل محدد وكذلك ليس لها حجم ثابت جزيئاتها تتحرك بسرعه في جميع الاتجاهات وبالتالي فيمكن ان تملا المكان الموجوده فيه مهما كان حجمه او شكله يوجد بين جزيئاتها فراغات كبيره وكثافتها منخفضه جدا تتميز بكونها قابله للضغط